زمن الأزمات وهجرة الشباب اللبناني لا يزال هناك بقعة أمل لدى البعض من أبناء الجيل يلي ناوي يكتب التاريخ ويغير وجه لبنان، والشاب الطرابلسي رفيق الحريري واحد من هالجيل، بحيث كرس موهبته بالكتابة والرسم التصويري عبر تقنية إلستريتر لدعم الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل نفسية، فأصدر كتابه الثاني وجدته قلبا باللغة الإنجليزية. بالنسبة لمحتوى هذا الكتاب قررت ركز على ثلاث مواضيع أساسية، موضوع الحب، موضوع الصحة النفسية، وموضوع اكتشاف الذات، ومن خلال هودي الثلاث مواضيع يعني اي شخص ممكن يقرا هذا الكتاب حيقدر يربط له، حيقدر يعمل اسقاط تجاربه الخاصه على هذا الكتاب، ويقدر يعرف انه شو يعني الواحد يمر بستراجل معين، او شو واحد ممكن يمر بتجربه منتل هيلث او صحه نفسيه ممكن تاثر عليه، او يكون معه مشكله معينه بهذا الموضوع وكيف ممكن يتخطاها او كيف ممكن تتخطاها. فمن خلال هذا الكتاب قررت اني اعطي المشكله، وبنفس الوقت انه يكون في جواب مفتوح لينعطى الحل كمان. رفيق اعتمد اسلوب كتب الأطفال بهذا الكتاب، بحيث جمع بين النصوص القصيرة والرسوم التصويرية. سبب اعتمادي لهذا الأسلوب هي أنه تترك جزء من البراءة اللي بالعادة بتلاقيها بكتب الأطفال، أو بالعادة تلاقيها بقصص ممكن عم بتوجه لها لجمهور يمكن ما كتير يحب القراية، وعم بخلطها مع فكرة أنه في محتوى كتابي بيعبر عن نضوج معين أو بيعبر عن فكرة متوجهة للناضجين مش متوجهة للأطفال. فلما يكون في هذا الكونتراست بين شيء هالقد بسيط وبريء وشيء هالقد جدي، من خلالها بقدر وصل فكرة مبسطة بطريقة مبسطة، بس بنفس الوقت بتترك مفعول بالشخص اللي يكون عم يتلقى هالرسالة. بهيدا الاندفاع بيستمر رفيق الحريري بمسيرته المهنية رغم كل المعاناة اللي عم يعنيها الشباب اللبناني، على أمل انه يبقوا بلبنان لأنه وحدهم اللي بيرسموا التغيير.